تحت رعاية وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي أقيم صباح اليوم حفل افتتاح مركز ضاحية علي صباح السالم الصحي الجديد. ويهدف افتتاح المركز الذي يأتي بدلا عن المركز القديم إلى توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لقاطني المنطقة. افتتح صباح اليوم مركز ضاحية علي صباح السالم الصحي بمنطقة الأحمد الصحية برعاية من وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي. ويأتي افتتاح المركز لتقديم الرعاية الصحية لقاطني المنطقة. المركز الجديد تم الانتقال إليه في أوائل فبراير الماضي لحين الانتهاء من إعادة تأهيل المركز القديم وتزويده بالخدمات الطبية التي يحتاجها. تم انتقال من المركز القديم إلى المركز الجديد في بداية فبراير 2013. الخدمات تقريبا هي نفس الخدمات اللي كانت موجودة. ونظرا لتزايد عدد السكان في المنطقة وحيوية موقعها، تأتي أهمية وجود المراكز الصحية فيها إلى جانب تغطية حاجة المناطق المجاورة لها. بعد انتهاء من ترميم المركز القديم خلال السنتين الجايين إن شاء الله، فيكون عندنا أكثر من مركز يغطي احتياجات المنطقة، تعداد سكاني في تزايد، بالإضافة إلى رواد المنطقة من رواد الشاليهات، المخيمات، المسافرين على طريق إلى المملكة العربية السعودية. فالمركز يغطي أكثر من شريحة، أكثر من طاقة استيعابية الفعلية للمكان نفسه. ويتضمن المركز قسم لرعاية الأمومة والأمراض المزمنة والسونار، يشمل 3 عيادات، كما يحتوي على 4 عيادات للأسنان.